الكره الثابته يا جماعه بتبقى يدفع منطقه يدفع مان تو مان، يدفع يا مان تو مان ماسك الراجل في صدري، يا اما براقب المكان بتاعي اللي هو الزون بتاعي دايما. وبتشوفوا كل الفرق الكبيره وحاولوا تجيبوا لي كده اي وقفه دفاعيه لاي فرقه في اوروبا كبيره، لما فرقه بتلعب زونال دايما تلاقي في مثلا اربعه لعيبه واقفين زون على خط واحد، لازم الثلاثه اللي قدامهم دول يبقوا مقربين من الناس. ليه؟ عشان لو انت واقف كله على خط واحد كده وسايب الناس جايه من ورا من 4 3 4 متر عليك، من 3 4 متر عليك، ها انت مهما كان الليب بتاعك والجامب بتاعك وان انت نطيت، عمرك من الثبات عمرك ما هتنط زي الراجل اللي جاي بيركب عليك من 4 5 متر بيطلع بدماغه زي ما حصل دلوقتي كالوشا ركب على حسام عبد المجيد. ليه؟ عشان ما فيش حد واقف في سكته وهو بيجري. الطبيعي المفروض اربعه واقفين على خط واحد والثلاثه اللي قدامهم دول مقربين مقربين من الناس، ما يجوش يجروا على الناس دي. الف ب كوره، الزمالك بيعمل اخطاء في الكوره، الزمالك بيعمل اخطاء في الكوره في الوقفات الدفاعيه وفي الكور الثابته، ما تعملهاش، ما يعملهاش فريق صغير، ما يعملهاش ابدا فريق بينافس على بطوله وبينافس على الدوري. عيب ان النهارده الراجل يطلع نادي الزمالك وهو بينافس على بطوله. طبعا كالوشا عملها حلوة قوي قوي قوي، والتوقيت بتاع النطة بتاعته والتوجيه برافو عليه. لكن عيب ان نادي الزمالك وهو بينافس على بطولة ان الراجل يطلع بالشكل ده، محدش مضايقه في وسط 3 4 ويطلع بكل ارتياحية من غير ما اي حد حتى يقول له ازيك ولا يقول له انت رايح فين، ويطلع يركب في الحتة دي ويحطها بالشكل ده في الدقيقة 84. يبقى انت مش عايز تنافس على بطولة، يبقى انت استكفيت. زعلوش مني.